بونجور ومرحبا بكم في حيتاني من نكتة جعفر البارح نعاني استاذ بليني جينا من عند الفنان التونسي نور شيبة اللي كتب أسعد طريق يسلكه الإنسان عندما يكون ناجح. بون ما نعرفش الباج بتاعك ولا ليه اللي كتبت هكا خاطر انا نعرفك امبوسيبل تكتب هكايا انت حسلو. انا نحب نقول لك يا نونو اسعد طريق وخي للانسان طريق المطار. هاي واقلب استاذ ثاني جي من عند مواطن حسين رورو اللي كتب متعدي من الشارع نسمع في ولاد صغار يلعبوا في الغميده يخي دار واحد صاحبه قالوا حط تليفونك سيلونسو باش ما يفيقوش بينا. يا حسون ويني ويني يا وخي شنو اللي ويني ويني هيبة الغميذة ويني الحليلة شي يا وخي ورحمة بابا الشي يا حسرة وينو كالشاغم وينو وي الشاغم شي مع مالية يا وخي شبيت تذكر سيد كايو سرق جليد ومبروك الصنعة ونفخة وزربوت يا ليت الشباب يعود يوما صغرنا المخ فيرغ مه يا زلتان. انت الثالث يجي من عند الممثل مراد بن نافلة اللي كتب المسرح عنده مليه اوي 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 تشمل اوي حسيدو. حب نقول لك انا حاجة يا مونو انت صديقي وعشيري اي نعم معلم المسرح عنده مليه ملوينك وخي يا تعرف المسرح يا اسرح وكما يقول المثل اعطيني مسرح اعطيك شعبا عظيم. استاتي الاخريني يجي من عند معادة الاخبار نجيح السيوري هذيك اللي تقول توسطة في الكبارية وستة في البنطلارية حسيلو كتبت منزلو ثلاثة ايام اللي ما قصيش يكبس روحو اكبسيلي روحك انتي انا الجوحة لا ترسيسي الهيني يبني لك عفيني مالتو بيني حيتاني تاع اليوم وفيد فزت قاعد قوم بي هابي بجاه رابي يا جعفر محليها النكتة ياسر كابي رفيق بعد بعث القناة وبعد بعث الذبذبات رفيق بوشناق بعث الأمل للفتيات. حيطاني حيطاني